رغم كل التحديات الصعبة اللي مر بيها مجلس إدارة النادي الأهلي ولعبته الفترة اللي فاتت، لكن بنحقق إنجاز كبير جدا. موسم 15 شهر بنحقق ثلاثية رائعة، وإن شاء الله نحقق كمان السوبر الأفريقي اللي أنا عندي مشكلة مع السوبر الأفريقي وهتكلم وهناقش حضرتك فيه، وكمان لسه عندنا السوبر المحلي. بالنسبة ومونديال الأندية وكأس العالم الأندية طبعا أكيد السوبر لازم كمان يبقى فيه سوبر ناس الحقيقة، يعني لأننا في قناة النادي الأهلي فلازم أقول ده. يعني يصعب إن حد يقول إنه مجالس إدارات متعاقبة في ظل المقارنة بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. فلما تحب تقول كلام كويس قول، لكن قول كلام منطقي، ما تقولش نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في حصد بطولات كرة قدم بينما أخفق في الإنشاء، نجح نادي الزمالك في الإنشاء بينما أخفق في بطولات الكرة. يعني حد بس يعني يفتح زاوية الكاميرا ويقول يعني إنه من أول البوابات إلى فروع جديدة إلى مشروع استاد الأهلي الحلم اللي بيتحط له تفاصيل كتيرة جدا، فيقول يعني لم يقدم ما هو إنشائي. يعني الحقيقة هو حد طلع قال على مستوى امبارح الحقيقة ووقفت قدامه جامد جدا، لكن لأنه وانت في العام ما تقدرش يعني تكون يعني مرتدي زيك الأحمر، لكن في قناة النادي الأهلي أو حين يكون الحوار يعني بمنطقية أنك تتحدث عن النادي الأهلي في قناته، لا الحقيقة يعني أنا برد التساؤل، معقولة؟ هل يا كاتب هذه السطور أنت شايف أن هناك ما لم يقدم على مستوى ملف الإنشاءات؟ مش محتاجة إجابة الحقيقة. أصل كمان لو جينا ده ملموس بالعين، أنت ما بتعملش حاجة مجردة وبتعمل حاجة مستخبية أو جايب صفقة ومخبيها أو صفقة ما أعلنتش أو بالظبط. يعني النادي الأهلي بيعمل إنشاءات كبيرة جدا، كابتن محمود الخطيب بنفسه ومجلس إدارته بيروح يفتتح هذه الإنشاءات، الفرع الرابع في التجمع والخامس شفنا ازاي البنيه الاساسيه بتتم، يعني كلها اشياء ملموسه. تطوير الشيخ زايد، بقول لحضرتك يعني من اول يعني دخلونا انا وحضرتك نراجع نفسنا، يعني من اول البوابات وتحديثها عشان يبقى نفس النموذج ونفس الموديل يعني. لكن انت اللي فكرتني لما قلت رغم الضغوط، يعني لا ضغوط كثيره جدا، ضغوط في غايه العنف غير المبرر، ومع ذلك تجاوزها مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بحنكة يعني الأسطورة محمود الخطيب. صحيح صحيح، دي ميزة النادي الأهلي يا أستاذ عصام.